احمد بدرويش عاوز يقنعني ان هو هيسحلني في تربيه السمك، فانا عامل معاه تحدي ان انا اروح دلوقتي معاه مزرعه بتاع الدسكس، لما نشوف هنتسحل ولا ايه اللي هيحصل. يلا بينا ان شاء الله احنا اللي نسحله. اهلا اهلا، ازيك يا عمو درويش الصغير؟ ازيك يا عمو، وريني تعبينك. طلع التعبان فين؟ ده نشوف انت اللي هتسحلني ولا انا اللي هسحلك. عيب عليك، لما احنا الاثنين هنتسحل الموضوع منتهي اصلا متهيألي كده. طالما في حيوانات احنا يلا بينا يا عم، يلا بينا بكل سعاده يعني. الاجبال كلمنا بقى درويش عن السمك بقى. اقول لك ايه عن السمك ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ازاي حد يهرب من الزواحف يعني؟ بصوا انا احكي لك فكره، احنا ناس انيماليستس مش ريبتايلستس. ايوه مش فيشستس، احنا انيماليستس، احنا ما بنهربش من الحيوان نخش في التاني، احنا عايشين احنا بنسحل في حيث ما يسحلنا. يعني فاهم، احنا بنحاول نعيش الانيمال كينجدوم بالكامل. وسجاره جابت شوي. يعني احنا بنعيش روح الانيمال كينجدوم، الحشرات، عقارب، تعابين، اسماك، كل حاجه شغاله. يعني انت لسه معانا في الزواحف يا فندم؟ يا نهار ابيض، انا ممكن اطلعك زواحف من دمي دلوقتي. احنا المشكله ان احنا بقينا كولد بلادد، فيعني هو السمك كولد بلادد؟ لا مش كده، قط هيتربي يتربي. بسم الله ما شاء الله. لا ده شغل بقى احتراف، انا مش متخيل كده ابدا. لا اللي يعني عايز صوت دول يعني بس ده الكوبلت. كوبلت يعني بلو صح؟ زي كل اي حاجه. وجايبينها ان هي فيها لمعه يعني، مش ازرق بس، هي حته لمعه يعني. هو انتوا بتسمون بقى ذكر وانثى يعني دول بيرس؟ ده ذكر، ده دي انثى. وده بير مثلا برضه؟ ده بير. طب الديسكس بيبقى سبيشيس ولا بيبقى الوان بس؟ يعني دي نفس النوع ده؟ لا 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 ولا سبيشيس ده؟ لا لا لا، هو سبيشيس واحد، كله سبيشيس واحد يعني طفرات ولا في طبيعه برضه بيبقى بالوان؟ دي طفرات. ده اللي هو ده ان الفكره كمان هنا ايه، ان في جريدز يعني البوز، في بوز استدارة عاملة ازاي؟ لا يا راجل، يعني في سمكة احلى من سمكة؟ انا ما اعرفش. طب هو كله بولتي، هو اصلا بتبيض ولا بتفس؟ قصدي بتولد. لا هم دلوقتي متخانقوا عشان ان عايزين يتجوزوا يعني. ده ذكر هناك اهو العمال يضرب ده اللي جنبه دي انتهي، فبيحجز عليه. هم عايزين يبيضوا يعني، بس ما عنديش حكم ليهم كلهم يعني، فباخد جزء جزء. طب وفين بقى اول حاجه، اصغر حاجه عندك كده؟ اصغر حاجه بقى معايا. هما مش دول في اصغر من كده؟ ده شكلي هتسحل كده. الله يسامحك، دول بياكلوا على جدا. هو في اصغر حاجه؟ انا ببص على الكبار بقول اصغر حاجه ايه؟ شايفه؟ يا نهار ابيض، شرغيف. هم مش باينين اصلا، مش اصغر حاجه ما شاء الله. شوف هما بياكلوا كتير في الطرف. هو في على السمكة؟ أنا ببص على طايرين دول. أيوه أيوه أنا شايفهم بس مش عارف أصورهم. أنا شايفهم. أنا عليهم. أنا خايف أقرب لحسن يكون هم حساسين ولا حاجة. مفيش حاجة؟
انا شايفهم كويس اهو. ايوه ده كده باينين اهو. اللي على الماسوره ده هو البيت؟ اوه ده شغلانه كبيره. اصغر حاجه هنا يا اخويا ده لسه لازق على الماسوره لسه فايس امبارح. ده سمك؟ طب ده بياكل ايه على الماسوره ده بقى؟ هو على الماسوره ده ياكل ايه بقى؟ لا ده لسه ما بياكلش. ده لوكس. حرام عليك يا درويش انا شكلي هتسحب. يعني دول كده في فيميلز كده؟ لا مش معاهم ذكور. لا معاهم ذكور؟ انت شكلك هتكسب يا درويش والله. ده كده اكبر سنة ابتدى يبعد شوية عن الام. اسبوع لان هو بيكبر في اول شهر لغايه اول 14 بيكبر بوصه كامله في الشهر. ما شاء الله. يعني انت بتتكلم على كده؟ لا كده ده عمره شهر ونص 45 يوم. فانت تخيل بقى ان ده اسبوع وده 10 وده 45 يوم. طبعا كبير جدا، فرق كبير جدا يعني. طب وده عمره قد ايه؟ ده انا بقى 3 اشهر. شوف الفرق برضه. يعني رهيب، لا يمكن كنت اتخيل كده يعني. 3 اشهر ده مش وقت اصلا. مش هتحس بيه طبعا، ما تحسش ب 3 اشهر. عاوز اعترف يا درويش ان انا فعلا اتسحلت، وما كنتش فعلا مصدق ان في حاجه بالنظام ده في مصر. نعم الزواحف احلى طبعا وهتكسب لغايه دلوقتي، بس ما ينفعش تحطها في مقارنه. ما تتبلاش حيوانات كده يعني، فاهم؟ بس برضو يعني بصراحه مكان شيق جدا، وانا استمتعت بصراحه. شكرين يا باشا. انا كنت واثق ان انت هتتبسط عشان شفت حاجه نظيفه. نادرا لما بتشوف حاجه نظيفه عامه في مصر، حاجه متاسسه صح، متاسسه كويس، فيها رعايه مخدومه كويس جدا، حد بيحب، حد متخصص. اللي مزعلني فيها اللي هي سحالتك انت مننا. اوعى تتخيل ده، ولا اوعى عارف زي ما اكون مثلا ايه، بتاكل مثلا سمك بولتي، بتاكل سمك بوري، حبيت يوم تاكل باميه عادي جدا، بس هينفع ترجع لاصلك عادي. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك يعني الحيوانات باك كلها. باك بقى للبوري والبولت. يلا بينا. طيب يلا عايزين نخش احنا نلف ورا. ايوه عايزين. لا بص للكاميرا كده وقول له ايه التعبان اسمه ايه؟ اسمه لوبايزو. طب السمكه حلوه ولا وحشه يا مالك؟ وحشه. طب والتعبان؟ التعبان؟ اي التعبان حلو ولا وحش؟ وحش برضه؟ كان لسه حلو من شويه. طب الورل؟ الولا دوده. ده دوده. الورل حلو ولا وحش؟ وحش برضو. التعبان حلو ولا وحش؟ وحش. البول بايثون حلو ولا وحش؟ الوحش. يا الله حلو. البول بايثون وحش. وحش.